سلامكم بنات، شكون كان بخير؟ مرحبا بكم في قناه كلام ديزاب. اليوم جبت لكم موضوع باش نحكي لكم يهم كل صغيره وكبيره، يهمنا كامل في حياتنا لان كامل نتعرضوا له وكامل مباصين به. وشنو هو؟ كيفاش نعيش حياتي بلا ما ندير على هضره الناس، بلا ما نبدل لو مود دو في تاعي ولا نبدل عقليتي ولا نبدل طبيعي على جال هضره الناس. طب ما نبدا هذا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في قناتي الا كنتوا جديد، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل الفيديوهات الجايين. لايك الفيديو هذايا تبعوا الانستغرام تاعي ثاني، تبعوني فيه تلقاوه في صندوق الوصف. شوفوا البنات، هذا الموضوع بزاف مهم ويشكل فرق شاسع في حياتنا. مي اولا لازم نعرف علاش انا ندير على كلام الناس، ولازم نعرف شكون هما هاد الناس. خلونا نبداو شكون هما هاد الناس. الناس هادوما اللي ضرني هدرتهم هما عاده يعني جميع الناس كامل، سواء كان قريب ولا بعيد، ولكن الناس القراب ليا اكثر هما الناس اللي يضروني، هما الناس اللي هدرتهم على جال هدرتهم انا ممكن نتبدل، يعني نهار كامل نعس في روحي على جالهم. دوكا نروحو وعلاش انا ندير على كلام الناس. ممكن دير انتيا ولا انا ندير ولا احنا نديروا على هدره الناس لانهم احسن مني، ممكن اغنياء اكثر مني، ممكن قاريين اكثر مني، ممكن شابين اكثر مني، ممكن مكانتهم الاجتماعيه عاليه مرموقه، او اني ممكن نحب نبان انا كامله قدامهم، ما نحب حتى واحد يهضر فيا. لهذا نهار كامل وانا عايشه حياتي على حسابهم، هما على حسابهم. يعني خلونا نشوفوا البنات، خلونا نركزوا اكثر في الموضوع هذا باش نعرفوا شحال هو بسيط وما يستاهلش. نعطيكم امثله بسيطه، لانه ممكن اول الناس اللي نديروا عليهم في هدرتنا هما اللي قرب علينا في حياتنا اليوميه. شكون هما في حياتك اليوميه؟ اغلبهم الجيران، واغلبهم الناس اللي انا عايشين معاهم. ممكن انا عايشين في عائله كبيره مع العموم مع الخوال، ممكن انك عايشه مع ناس دارك الى اخره. فالناس اللي قرب ليك، نبداو بالجيران. هكذا اعطيكم مثال على الجيران. ما لازمش ممكن نخرج في هذا الوقت باش ما يهضروش عليا، ما لازمش ندخل في هذا الوقت باش ما يقولوش عليا كذا وكذا، ما لازمش لازم نمشي مليح باش يقولوا عليا بتفاميليا وعينيا في الارض الى اخره، ما لازمش نعلي صوتي تبهدله لو كانوا خرجوا كامل غاشي في طوموبيل يضحكوا علينا الجيران مثلا، ما لازمش نهضر مع الجاره الفلانيه باش ما تشوفنيش الجاره الاخرى اللي راهي متخاصمه معاها ونعشي انا نخسر الاخرى. لازم مثلا نطلع نجري في الدروج باش ما نتلاقاش بكاش جاره وتقول لي واش شريتي وشاني رافده. مثلا ما لازمش نخرج في هذا الوقت اللي تخرج فيه الجاره الفلانيه باش ما نتلاقاش بها وتضل تقرعج على حياتي انا. ولا نعطيكم مثال واحد اخر، لازم نكون شابه بزاف في العرس تاع الجاره باش نعجب كامل الجارات، ولا ما لازمش كاع نروح للعرس تاع الجيران باش ما يقوليش علاش جيتي لداركم وطولتي، بالك ما عندي مشاكل مع راجلي، بالك طلقت مانيش حابه نقول. شفتوا شحال نديروا على الجيران؟ شفتوا؟ خلينا هضره الجيران اللي في مختلف مجالات الحياه. ولكن لو كان نركزوا ونحللوا هضرتنا مليح وتخمامنا مليح، نلقاوها تافهه تافهه لدرجه لا تصدق. خذي دوكا معايا مثال باي جاره تحشمي منها. دوكا خذي اي اسم هكا في بالك، خذي هذوك اللي يعني ديري على هدرتها. خلاص وفي بالك الاسم، راهي في بالك، تخيلي عاد طرحي هاد الاسئله على روحك. ما لازمش ندير كذا وكذا على جال هادي فلانه، ما لازمش نخرج بكري، ما لازمش ندخل روطار، ما لازمش نخرج في عائله كبيره، ولا ما لازمش نروح للعرس على جالها، على جالها، على جال فلانه هذه، لانها فلانه راهي تشوف فيا، لانها فلانه ما راحش ترضى عليا. حسيتي بالفرق شويه؟ كي قلتي فلانه هذيك اللي سميتيها باسمك، حسيتي؟ شفتي شحال كلام تافه كنتي راكي تقولي في قلبك؟ وانا واش راح لي في فلانه وفلتانه؟ واش همني في رضايتهم؟ يعني واش راح لي انا على عليا؟ هنا تعرفي بلي الجيران هادو كامل اللي راكي تحشمي منهم ولا تحشمي من هضرتهم ولا تبدلي لو مود دو في تاعك على جالهم، هادو كامل شكون هما هاد الجيران؟ هي جارتك وجارتك وجارتك وجارك وجارك، وانتي اللي تكونوا هاد الحومه هادية. شتي شحال حاجه بسيطه بزاف. راح نكون جد حمقاء انا وانتي واخرى اذا حاولت نرضي هاد الناس، يعني فلانه وفلانه وفلتانه الا حاولت ترضيهم عليا راح نكون جد حمقاء. ما دامني شوفي، ما دامني مرضي يا ربي، ما دامني مانيش ندير في حاجه عيب، بيتي ما نحوس نرضي حتى بندم في هذه الدنيا، ولو كانوا قراب عليا، ولو كانت الجاره اللي فوق اللي تحتي اللي قدامي ما نتحرواش ابدا. حق الجاره مي حافظاته ما ناذيهش، نمشي برا كيما امرني ربي، نهدر بلا فوا اللي امرني ربي بها، ندير كامل واش امرني انا ربي، ماشي واش قالوا الجيران ابدا.
جامي الجار ما نعطيش أهمية كبيرة لدرجة أني نبدل حياتي ولا نعس روحي كيفاش نمشي، نعس روحي كيفاش نهدر، نعس روحي مع من نمشي، نعس روحي إذا خرجت في غاشي ولا لا يضحكوا عليا ولا لا. تضحكوا على روحكم، خلي الناس تضحك على روحها. أنت علاه وأنت واش تحرمت لك؟ شكون هي فلانة؟ شكون هي هذه اللي حترضى عليا ولا ما ترضاش عليا؟ عندها قيمة كي تطرحي هذا السؤال؟ شكون هي؟ ما عندها حتى قيمة. أنا تعرفي باللي راكي تحشمي من الجيران في باطل، اكيد دايره على هدرتهم في باطل. خلينا دوكا نروحوا للعائله واللي هي اكثر اهميه من الجيران واللي هي اللي تسبب بزاف مشاكل. شكون هي هاد العائله؟ خوالاتك، خوالك، عمومك، عماتك، نسا خوالك، نسا خالاتك، تيكوزا، تيكوزين، عجوزتك، شيخك، راجلك، لوستك، مرت لوسك، العائله البعيده تاع راجلك، العائله البعيده تاع داركم، هادو هما العائله صح؟ شكون راكي تحشمي منه دوكا؟ شكون راكي تضلي تحاولي ترضيه؟ هكا جبديه ديريه في بالك دوكا، فلانه ولا فلتانه، زوج ثلاثه اربعه، معليش حطيهم كامل في بالك، سميهم باش تركزي معايا باش تعرفي باللي هذا الموضوع جد تافه. سميهم دوكا، لازم تسميهم هذا اللي راكي تضلي تبدلي في لاغوتين تاعك في لو مود دو في تاعك على جالو، سميه خلاص. اسكو يستاهل؟ علاش عليا نحمل روحي ما لا اطيق على جال ناس سواء يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ انا شكون وهما شكون؟ يعني انا انسان خلقه ربي، قعدت في كرشي ما 9 شهور وندخل للحمام، ياك ركزوا معايا، ندخل للحمام. هما شكون؟ هما ناس خلقهم ربي زايدين في 9 شهور ويدخلوا للحمام. انا كي نموت واحد ما يجي معايا للقبر صح ولا لا؟ ممكن يبكوا عليا شويه وما تقول واحد خلاص يشوف حياته. انا اذا مرت ما راحش يقسم معايا الالم. انا اذا رزقني ربي قليل منهم اللي راح يفرح معايا من قلبه. ممكن انا اذا احتجت واحد منهم قليل منهم اللي يوقف معايا وما يقولش عييت. اذا اسكو هاد الناس فلان وفلتان وفلتان اللي قراب عليا ولو اقربهم يعني اسكو يليق بيا ندير عليه؟ اسكو يليق بيا نحبط مستوايا لاني نحاول نرضي فلانه وفلانه وفلانه باش كامل يرضوا عليا ويحبوني بعد ايش نديروا لي تاج فوق راسهم؟ مسكينه نديروك الناس تاج فوق راسهم. ابدا ابدا، من غير يمك وباباك كما قال المثل، من غير بابا ويما ناس كذابه، ولا من غير يما وبابا ناس كذابه هكذا. ولكن طبعا العائله عندها قيمه كبيره وعندها بلاصه كبيره عند ربي وصله الرحم الى اخره، هي العائله تلقايها، هذا ما نش نهضروا عليه. رانا نهضروا على اللي نديروا عليهم حنا في حياتنا ونديروا على هدرتهم وتضرنا هدرتهم اذا هدروا فينا ونبدلوا لو مود دو في تاعنا على جالهم. علاش ما نبدلوش لو مود دو في تاعنا على تاعهم على جالي؟ علاه؟ علاه؟ لاني انا ما عنديش قيمه، لاني انا ما سواش. اذا هكا هما مديرينك، علاش ما ديرهمش انت هكا؟ علاش كي تقيميهم كثر من لازم؟ يعني واش معناتها انا ندير عليهم؟ يعني هذا الشيء يعني اني نعطيهم قيمه كثر من نفسي. علاه؟ انا واش نسوى؟ انا نفسي ماشي عزيزه؟ انا ما يحقليش نعيش لا بيل في اللي راني نحلم بها، لو مود دو في اللي نحلم به ما يحقليش؟ يعني على جال هدرتك يا فلانه يا عمتي يا خالتي يا بنت عمي يا بنت خالي يا خالي يا ولد خالي يا كذا، على جالكم يا لوستي يا مرت لوسي يا عجوزتي يا شيخ، على جالكم انا ما نعيش، على جالكم انا نبدل لو مود دو في تاعي. انا ممكن ما عنديش اسرار لازم نفضحها، ممكن انا واش شريت لازم نوريه كلش، ممكن ما على باليش اي حاجه هكا يضلوا يهضروا فيك عليها، ممكن انا عاش نخدم شغل نهار كامل هما ينشروا فيا، لازم عليا نولي نخدم شغل كيما يحبوا هما. لا لا بنتي، نو 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 ابدا، اخدمي على حسب قوسطوك، عيشي على حسب قوسطوك، نوضي كيما يقول لك راسك، الرقدي كيما يقول لك راسك، ربي ولادك كيما تحبي انتيا، واحد ما يتحكم فيك، ابدا ابدا ابدا. هنا ثاني ندخلوا شويه في حب النفس وشحال انت تعطي قيمه لنفسك، هذا الشيء تحضرنا عليه من قبل، ولكن راح نعاونك بواحد السؤال انا عاوني بزاف بزاف بزاف، جاني سيبيتمو هكا من عند ربي هبط عليا وانا في القسم، سنه الثانيه ثانوي جو كخوا، ولا الباك. كنت في القسم طبعا نعرفوا كيكونوا ادوليسونت ما يكونش عندنا ديك الشخصيه القويه وهكا، كنا نحشموا من زملائنا نحشموا من اساتذه، ما يكونش عندنا قوه المواجهه الى اخره. فهنا انا هكا كنت قاعده مانيش علاه، كنت قاعده ما نعرف واش حبيت، نسيت هذيك لاكسيون، ولكن طرحت هذا السؤال قلت وانا على نحشم منهم؟ شكون هنا راه خير مني؟ صدقوني بهذه الجمله عشت باقي حياتي لحد الان، حتى الساعه اللي كنت فيها عشت اليز، عشت وانا
ما نديرش على هضره الناس، ما تهمنيش هضره الناس، شكون هنا خير مني؟ طبعا هذا لا يعني، هذا السؤال ابدا لا يعني اني انا انسانه توب، ولكن يعني انه كل انسان في هذه الدنيا على وجه الارض غير كامل، كل انسان ناقص، كل انسان يحشم من انسان واحد اخر. اذا درتي هذا الشيء في بالك صدقيني حياتك راح تتبدل، حياتك صح تتبدل. خاش كي تولي ما ديريش على هضره الناس، تولي ما تقيميش الناس كثر من واش يسواو، وتولي انت تحبي روحك كثر من الناس وتقيمي نفسك، هنا شوفي مشاكل بنسبه 90% حيخطوك. علاه؟ لانه هضره الناس ما تخلصش، تمنشر تاع الناس، الغيبه تاع الناس فيك ما تخلصش، ولو كنتي خارجه من منجم ذهب ولا غطاوك بالالماس ابدا ما يرضوا عليك الناس ابدا. شوفي الاخ واختو بيناتهم يتضاربوا، عندهم بزاف حاجات ما يتفاهموش بيناتهم، فاكيد انت باش تفهمي مع كاع لا فامي سواء قريبه ولا بعيده ولا فاميلتك ولا فاميلة زوجك، باش تفهمي معاهم كامل، كل واحد وراسه كيفاش يخدم، كل واحد وعقليته. صيبي خاوه في الدار عقليتهم ما تشابهش، سلوكهم ما يتشابهش، طبايعهم ما يتشابهش، احلامهم اهدافهم ما يتشابهوش. فكيفاش انت تحاولي ترضي الناس كامل وديري على هضره الناس باش انت تقدري تبدلي، ممكن ترضي فلانه وفلانه وفلانه، الاخرى ما رضات عليا خلي نزيد شويه هكا باش فلانه ترضى عليا. يا ونعلبوها، لا رضى عليك اي انسان، المهم يرضى عليك ربي ووالديك بس، فهمتي؟ يرضى عليك ربي صوفيتي، يرضاو عليك والديك صوفيتي، باقي الناس ما يهموش ابدا ما يهموش، لانه اي فوا ترضي ربي عرفي بلي راك تسيري في طريق المستقيم. إذا كنتي ترضي ربي ما كيش تمنشري في أي واحد من العائلة تاعك، صافي ديما كي تأذي حتى واحد، صافي ديما كي يجي فلان يمنشر لك في فلان تسكتيه وتقول له خلينا ما ندوش نمحم والديك، خلونا كل ربي يهدي ما خلق، هذا ما كان. فما تدخيش في مشاكل أنت في غنى عنها، يعني تي فيتي شحال من مشكل ما قدرش نسيتي ولد كامل في هذا الفيديو، فقط لأنك ما درتيش على هضرة الناس، لأنك ما عطيتيش الناس قيمة كثر ما تستاهل، والإنسان لو سول إنسان اللي عطيتيه قيمة هو نفسك. هو انت لانك تستهلك، فهمتي دوكا شحال موضوع بسيط جدا اني ما نديش على هضره الناس. كيما تقول لي يما الا شفتي الناس يمشوا في الزنقه عرايه ما تقوليش علاه، تقوليش علاه، تخليش روحك تقوليش علاه. فحاولي تسيري بهذه العقليه، ما تنسيش بلي كما تبين تدان. اذا كنت انت تدخلي روحك في الناس وانت تمنشري في الناس تختابي فيهم تضحكي عليهم، فاكيد ربي يجيب لك اللي يدير لك هذا الشيء. ولكن اذا كنت من الناس اللي ما يختابش، اللي ما يتحواش للناس واش رزقهم ربي ولا واش عطاهم ابتلاءات ولا فلانه طلقت فلانه تزوجت تيتونفو، ما هذا الشيء ما يعنيكش، وتاني كنتي تعطي قيمه لنفسك صدقيني راح تعيشي لا بيل في. ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم واش راني حابه نوصل لكم، ما بانيش الا هدرت على كامل الجوانب ولا بسطت لكم الامر التفاهته، لانه تافه جدا اني انا ندير على فلانه وفلتانه خفت نسمي كاش اسم نطيح في واحد العائله فيفهم اني عليها. لا لا، اي اسم في حياتك، اي اسم جاك دوكا في بالك من العائله تاعك اسكو راح دير عليه، اسكو يستاهل انه يرضى عليك؟ والله ما يستاهل، والله العظيم ما يستاهل، لانه كل انسان عايش حياته، كل انسان تهمه غير نفسه، نفسي نفسي هنا وعند ربي نفسي نفسي. فانت كوني نفسي نفسي، عيشي روحك، عيشي لولادك، عيشي لراجلك، عيشي لوالدك، عيشي حتى اذا كنت تعيشي العائله تاعك عيشي بالايجابيه العائله تاعك، عيشي انك تحبيهم، عيشي انك تحبي تلاقي بيهم، تقصري معاهم، تضحكي معاهم، تخرجي معاهم، تزهاي، ماشي انك تروحي تحاولي ترضي فلانه وباش ما تمنشرش فيك فلانه، فهمتي؟ هذا الشيء عادي، كامل عندنا ناس يمنشروا فينا، كامل عند الناس يحبونا وعندنا ناس ما يحبوناش، عادي جدا، المهم اني نعرف نسير مع ربي. هذا ما كان موضوع جد بسيط، اذا فهمتيه دخلت برك في هذاك السؤال، اذا دخل في بالك وقلتي شكون من فامي خير مني، شكون ممكن تلقاي خير منك في الماديات كذا كذا كذا، مي ديري في بالك بلي كاين خير منك فقط بالتقوى كما قال ربي، ايه ولا حديث؟ لا فرق بين اعجميين ولا عربيين الا بالتقوى، شو خواك حديث. المهم يعني اللي فوقك في الدين هذاك خير منك، هذاك خير منك، اما باقي كلش في الدنيا ما كحتى واحد خير منك، كاع ندخلوا الحمام، فهمتي شنو تاع ندخلوا الحمام؟ يعني الانسان يكون مش يكون ولكن يدخل الحمام جاي من التراب، الانسان انسان زيرو، الانسان والو غير اللي كان عبد ربي صح، فهمتيني؟ حبيت نوصل لك هاد الكلمه باش تعرفي بلي الناس اللي كتحشمي منهم والناس اللي تضرك هضرتهم والناس اللي كديري عليهم ما يسواوش، الانسان تي وانا وكاع هاد الناس اللي ضرونا ما نسواوش، حنا ما نسوا والو غير بعبادتنا لربي، هذا ما كان. دونك
عبد ربي عيشي لا بيل في تاعك، عيشي حسب الجوستو تاعك، لو مود دو في تاعك، خلي الناس تهدر 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 وكي يعياو وتمنشير قول لهم زيد لكم ورقه وستيلو. هذا ماكل. كوني عندك قوه شخصيه، كوني عندك ثقه بنفسك، ما يزعزعكش اللي منشر فيك، منشر على روحك. اذا منشرت في وجهي، اذا منشرت في ظهري راك تنحي لي حسنات، راك تنحي لي ذنوب. كما قال واحد العالم، قال مرحبا بحسنات لا عجب فيها ولا رياء. العجب يعني العجب عباكم، العجب حاجه عظيمه عند ربي. عني مثلا انا درت صداقه ونفرح بروحي ونقعد نغر نفكر بلي انا صدقت هذاك العجب، يعني انك تعجبك هذيك الحسنه اللي درتيها. هنا طيحي عند ربي، عندك بزاف ذنوب وعندك بزاف. المهم، ولا عجب فيها ولا رياء. الرياء هو الشرك الاصغر، يعني انا نروح ندير صداقه باش يشوفوني الناس، باش نقول للناس اني درت هذا الشيء. فهذيك الحسنه اللي ديريها ديما يدخل فيها يا العجب يا الرياء، الشيطان واعر. دونك اللي منشر فيك يعطيك حسنات لا عجب فيها ولا رياء. هكا قال ذاك الامام، مرحبا بحسنات لا عجب فيها ولا رياء. هذا كي منشر في ظهري وكي منشر في وجهي، برافو عليك. واش راح ندير؟ نضحك فيه وتشوف، نضحك فيه وتشوف مباشره. ما نقولوش كيف قلت عليا كذا وكذا وحرام عليك وكذا ابابا ابابا. ضحكي ضحكي فيه انتو، يتحرق يتفحم ما يقعد فيه والو، ومع الوقت يولي يفيتك باسكو على بالو باللي ما يقدرش ياثر فيه. هذا هو سهل ماهل. ان شاء الله يكون الحق مش كاين في قلبي. قولكم تهلاو في روحكم، تلاقاو فيديو اخر باذن الله. تسلموا لي جيم برات. السلام عليكم.